السلام عليكم، نحن معاكم اليوم برنامج وراب. وراب ما ادري انه قناه تلم بده، هاي القناه اللي تراقوا فيها اليوم برنامج ان شاء الله. وراب ينقالوا ايش راب معناها، نشوف شي حرف في راب معناها انه خاص اللاب راب ايش راب. نحن اليوم مستضيفين فنان راب معروف الحمد لله ودور تعرفوا، خلينا نشوفوا يا اغلى فنان منهم. خلونا نعيش ونسى الهموم، خلونا نعيش. الفنان اللي كنت نقول لكم اخو دوتو دولا تعرفوا قاني عن التعريف، موحى صوت الشعب، موحى رائي معاكم. موحى كيف حالك؟ اهلا بيك وسهلا، مرحبا كبير ايدي الاصحاب الخوت. متشرف فيكم اليوم الزياره اللي عدت القيمه اللي عندي اللي مهمه. ما شاء الله الاحوال الاحسن الحال، كل شيء تمام. مرحبا. مرحبا بك. نحن اليوم جايين مع برنامج وراب. وراب معناها ايش راب؟ نحن البرنامج ان شاء الله جايين هنا عندنا شمل اسئله اللي نطرحهم اليك ونختار ان شاء الله جوابك لا يعجب المشاهدين. والله 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 لا، ما عندكم اي مشكله ان شاء الله تعالى. اللي فيه مصلحه الرب، مصلحه موسيقى القضيه، نحن مستعدين له الجواب الشافي ان شاء الله الكافي. مرحبا. موحى، اول شيء شنو هو اسم موحى؟ موحى اسم اسم حاله ثاني قعدت مع راسك وسميت راسك موحى، موحى معناها شنو زين؟ زين، موحى 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 صوت الشعب، موحى اختصار موحى تعدلت انا اختصار محمد، صوت الشعب صوت المضطهدين. احنا قاعدين احنا مستقعون، احنا شمل تيو مدقدقه، صوت الناس اللي ما عندها قوت يومها، الناس اللي ما عندها دواء، الناس اللي ما عندها الشباب، اللي ما عنده احلام، اللي ما عنده مستقبل، اللي ما عنده شيء، صوت الناس اللي تعبانه اللي حقوقها مهضمه. معنى ان صوت الشعب مو حصوت الشعب، صوت الواقع، الواقع التعبان، واقع المقاطعات، واقع الولايات، واقع الموريتاني، طبقات الهشه السوريه، الناس اللي ما عندها قيمه. انا مثل لك الشريحه جميع اطياف الشعب. زين عندي يا اخي موحى، انت كوما اسمعك بالعرف استمحى للتنين اتقى شو طموحه خلينا نخليه يتعدى الراب وخشيت وصير وانت خشيت الراب. صرنا انا بطبيعتي مزيد صغير عني متحرر، نبقي نبقي الصراحه، نعبر، نشوف شي موزين عندي نتكلم عنه والناس انت ما تروش راسك العافيه. لما التاثير كان شو مرابيرات سبقونا عجبنا موسيقتهم منهم وحدين بالضروره نسموهم، ولكن مع الزمن اخترنا الحامل وهم تحاميره يتحدثوا من الدقه قاعد نعدل المحاولات. اليوم عندنا نحاول على نعود جانب الاحتراف، لكن في الناس كامله اول كان تحامير، اقول لك عاد احتراف، عاد اعتبرناه عاد عمل عندنا وعاد جد علينا الواقع. اقول انت العرب رب فركتي، انت تعطيه والله هو يعطيك، انت فركتي العرب تتربي كان فركتي من ترابي اركي كان راب مدخل لك شيء، ولا انت اللي دخل لك شيء هو ما مدخل لك شيء؟ السؤال زين، حتى مهم، احنا كاملين اللي هو اللي نتعدى عليه نتكلم عن رابيرات كامل كاملين اكثر اللي نطوا اللي قبلوا، احنا رابيرات هم اللي نطوا. ذاك المقابله المعدله معايا الناس اللي جايه معدلتها معايا هي اللي عاطي، اللي قاطع باصاتها وكاميراتها وميكروهاتها وقناتها اللي تجي نجري عنها تعدل توصل القضيه ديالها، يعني معناها هم اللي عاطي بدون مقابل. كذلك نحن نطوا كنا ورك عنده شغلة ثانية ما يلي رب يعدل هي كانوا قد يعيش على ان رب ما تعاد يقدر يعطينا الشيء اللي احنا نحاول على ان نوصلوه، نحاول على نبني المجتمع، نحاول على نفيدوا الناس ونصحوهم اللي قد مش اللي قد نحن نعدل بدون مقابل. اللي عاد خارج مقابل محدود ما هو الشيء يذكر الله الشيء هو قد يعدل فيك تغيير. رب مازال مازال يحتاج جالس من الصبر، جالس من التطهير. يا اخي زين عندي، او انا دائما بشوفك مع استديو في اف سي، ما نعرف كان استديو ولا لابل، غير استديو في اف سي دائما نشوفك معاهم وكي عندك معاهم ياسر من الشغله وياسر من الشيء. نختار نعرف علاقتك مع في اف سي شنو هي؟ في اف سي يحاول عن بعد شركه الانتاج، شباب محترمين عملهم اخر رجل الشيء، نعرف عبد 17 شركني معاه ياسر بن عمال ياسر بن اخوه. شفت فيها اللقاءات الوطنيه، مجموعه من الشباب كلهم عنده لقاء وطنيه ما عنده ثاني، اخترت اتحاكم معاهم كيف تحاكم معاهم العربية على مستواي في ربطني لاحق. لعاد ما في مجال مادي، لعاد ما في مجال انتاج مستمر، يتم في مجال باحتكاك مع رابرات مختلفين عنك، تستفاد منهم يستفادوا منك. و انا اعتبر اني اشتغل مع راسي، انا اشتغل مع جهه معينه عن جهه معينه، بلاصه فيها مصلحتي نشتغل فيها. ولحقت معاهم مرحله وما زلت مولين يحتاجوا لي بعمل، ولا يحتاجوا عمل نعرضوا عليهم يعرضوا علي، نتبادل الخبرات. غالبا ما في ماشي كي كونترال ولا توقيع معين ولا شيء، ذاك طبعا عملي عملي الحقيقي مع راسي.
وما زلت. اوكي زين عندي. انت كنت ساعه دائما اشوفك مع بكر سواق ولا بكر كايز؟ قال لي وركتها عنه اللي غير اسمه زاد، كان بكر سواق نادي بكر كايز، كنت دائما اشوفك معه ياخنو فرقه الصوت شاب وركتها. دائما اشوف شغلته وركه لا وحده، وهو وركه شغلته ما نشوفه من درا. كان للفرقه صوت الشاب كان ما زالت خالقه والله، لا تتعدى الاعمال وحده، هو اللي عدى الاعمال وحده ام اللي شو من الزمن. زين اصل بكر شاب محترم بالي في رب الحسانيه مستواها فيه كبير، وكذلك أنا كنت سرن محصول الشعب. اجتمع كانوا بكر فترة معينة، وكنت له أنه أطير اللي اجتمعوا لي اسم صوت الشعب، كان نعدلوا فرقة بطنية تعود نحس بها موريتاني في الخارج، ومضينا فترة من الزمن اشتغلوا لعمل قبل الله راد علينا الأسار نقدر عد ما هو واحد، حتى والله هنا واحد عجنان على الثاني، والله هنا واحد تولي ذلك اخترت علينا كنا يمشي مسار الطبيعي لعل كنا خسر على الثاني. ثم ضيّلنا فترة من الزمن عدلنا أعمال الحمد لله زين، وهذه نشوفنا علينا متنا قاعدين يواصلوا كفرقة. كنا الشاب قرض مثلنا اللي أخوت مثلنا اللي أصحاب، بين نصحيح مشي رقانية مشي رقانية نصحيح نصحني غير عمل كفرقة مشتركة ما تجد الصح الوقت الحالي. كنا عنده فكرة أخرى، كنا عنده ذوق ثاني، ولذلك عدنا التالي مو حصود الشعب ذلك حد بكر بكر كايس قال اجتمع القضية على الرب وقعنا نقدمه. أغنية بيزورنا، أغنية بيزورنا تقول فيها هيب هوب في وساخ الناس منها تعاني. ياه فهم لي معنى ده. فهم لي معنى هيب هوب في وساخ الناس منها تعاني. جبنا على موسيقى الراب، موسيقى الراب موريتان عاد 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 فيها ياسر مش ذاك استديو عود بدنا عود مضبوط ما ضارت وقت كده لقاش راب كير. راب يحتاج ياسر من السلاقة، ياسر من معرفة، ياسر من تحاكي. عاد مراه مو قاري عود بحاكت الدنيا. شبنا عاد فيها سب الناس اللي فيها واحد يقدر يعود شايف بعد الشيع منا احنا هذا وكبرنا من يقدار غلوه بلا مستوى نتقدم معاه قاعد قريب بعد ما مستوى ترى يعني باعتبرت عني دخولي له انا لكن ان الله في عام ان الله في جيني ان الله في ان الله في ربي ياسر مشي فيه تعرف شكله من تفاخر شوي قال هدفي منه دا يعني يتعني رب عاد فيها ياسر مشي دخيل عليهم حتى زي كلاش 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 ذرين يديق وبنات تقاني يديق وبنات ما نعودان عيبك والله تتعيبني ست قاني أربعة خمسة قد يديروا في تم ثاني تم كلاش زين عد القدنا يا بلد قادم كل فترة عد القدنا حد يمسك والله كلاشيك حاول ترد عليه ما بالضرورة أقول لك أنا تك كذا رد عليه بعمل ثاني وما عنده فيش عمل عمودي ثاني وضع عن الواد زين وضع عش عقب يجبر نصيبه قدام تعقب تعدلوا شو مستقبله تطلع له في المجرى ما حس المجرى. اوكي فهمت يا من نفس الاغنيه بيزورنا قلت انا قرب فليه تغيروا رب فليه تغيروا معنى الكلمه ناس جدد الاغنيه تعرف انت ما قلت توضح فيها حتى يا قرني دي شو كشمل اسئله قلت توضح فيها نختار اقول قصه توضح للناس انا قرب فليه تغيروا سمح اي صيغه اللي قلت تغير بها رب شنو هي زين التحليل الطريقه نفس اللي نجاوبك عن جوابكم انت مدار الطريقه اللي تم معدن بها حلقه معي الطريقه اللي حكيت بها البرنامج هدفكم شنو تغيير الرب انا عندي عني نجبر مشروع عن طريق نجوميتي والله عن طريق شركه جبرت الانتاج في المغرب والله دولي والله موريتان نجبر شيء دعم مالي بدنا نعدل بيشي ما دارت انه دائما خلاص اللي نفسي خلق رابيرات مجموعه رابيرات موريتان كبار استفادوا ماديا الناس اللي تحتهم مازال اللي قالتوا انستريم وقاعد كومبوزي اللي قالوا كليب كانوا قد يعدلوا الاستديو حد المقاطعات والله كاميرات عود متوفرين حد ضعيف يعاونوا ها كاميرتين عاريها لك بشيلوا حد تورني كاميرا كضو ودنا عاون تاك الشاب عنده يمشي يدي تورني كليب عندي استوديو بدل ما حد يسجل قلنا يا بسنك من ورقه تريل الاستوديو هنا اي رابي هذاك هو مستوى قلت مسجل قلنا عند عندي ميلوبي والله 1500 قلت تورني له كليب محترم نعطي نعود فم نعاون ما نعود خلاص الا نفسي النجوميه فيها درجه يعني تحدي الحق هذا اللي خاطب عليه ما يقبلش من الناس الاخرى اللي كلها عنده موهبه كلها فتران كلها يقعدوا له ما عنده قوتهم اليوم ماشي عدل الرابي كان وجه به المجتمع ويتحدى عاونه بعد الهدف ما هو الا نقد ما هي الا مصلحه ذاتيه مصلحه عامه الرابرات كاملين يستفادوا نحاول على نكريو لهم فيستيفال لماذا الحسانيه ولا الرابرات اللي هم ما عندهم فيستيفال ولا موريتان ما عندهم فيستيفال ثابت الوزاره الرسميه تدعمنا لماذا فيستيفال قد حد قال لنا الرسميه دائما قالوا فيه الا الدوله كذا خارج اسم لقاني تبني عندنا فيستيفال ثابت بكل عام كل مجموعه كل ولايه من الولايات وكل مقاطعه المقاطعات نشوف كاملين نقنوا فيه قد ما ضلت ايام قد ما ضلت سبعه ايام بدل الجو نمسوا المقاطعه مولدها دينكات الشيء يعود يبني كيما راجل لازم القديمه لماذا؟
ذاك هو هدف التغيير. اها اوكي زين. انت الالبوم ان شاء الله، انت السنه اللي كوماسيت فيها لقنا، انت اي سنه تقريبا بديت فيها تغني؟ مني ذكرتيها انت تقريبا جبنا خمان عندك البوم لا لموكت ولا كليب ولا ميكستيف ولا سينجل ولا شيء، قدركت نختار نعرف السنه الكوماسيت انت فيها اللي تغني فيها بالضبط شنو هي، ومني ذكرتي الالبوم مع بعد خليك زي الالبوم صار انت اللي خليك زي راب قديمين في راب كان ناس من زمن راب دينا فيهم شي ذوك هو محاولات 2006 2006 راب بتاعتنا عنه مشكلة مضايقات من الأسرة مشكلة القراية عقب نرجع لدرت في 2011 2012 مشي ذوك هو معلن عدنا نحتو على الراب وعدنا نكسو كونسرات وذا شوي ألبوم عندي مكتوب حكما عنه كتبته كامل وجهزته كامل حكما عنه وافي قال ما من معقول يمشي حد يعدل الالبوم بصمته يكتب فيها راسه ونفس الوقت البيئة ما تعاد صالحة للالبوم يعني مشيت بوت راب عدلت راب كي راب توانسة عدلته موريتانيا نصها ما تعاد على راب اللي صاد شركات انتاج ما هو خارجين توزيع ما هو خارج وشركات اتصال اللي تدعم يخرصوا لها فلان ذاك ولا فلان ولا فلان المجموعة الفلانية ولا فلان ذاك ما شفت ارضية كي مريم البوم اياك ندرسه قلت مو جاهز ما دوني شيء كتبت الحمد لله وافي من ذاك عندي مجموعه من الاغاني نطرس شوي وتحدى عدل بهم الدعايه على راسه يجد المجتمع الموريتاني على الرب نطرس حد البوم كان يجبر صخب دعنا من الله يجبر وقريب ان شاء الله تعالى 2020 شهر 9 و12 تتضح في الصوره ان شاء الله تعالى. وهاو مهرجانات ياو يخلقوا في الانتخابات ياسر مشي ياو قسم شمل العرب يغنوا فيهم ياسر مشي ايات انت تجبر شي من الناس المعادرين المهرجانات والله انه الخاصين بيهم هما الناس معنيين عن يغنوا اي طلق انت تجي تغني فيهم ياخذوا شاركنا الحمد لله الماضي شاركنا المستوى مع برامة والعبيد شاركنا مع ابو بكر تغني الحملة مجموعة من الناس كتبت مجموعة من الاغاني لشي من الناس ما تغني الحملة كدخل لك يا حقيقية بينما قناعة من خارجي الحمد لله بان البوليتيك لعب كل هذا اللي هامه جينا شاركنا معاهم الاساس امرما الاساس شيلة وعد الحمد لله جيت قنيت فيها طولك واحدين مليون مدت نهار نهارين يعود مليون متر خارج خلي يعطوك فيه التزام المسألة معينة عند الصبح نجي للمرشح نجي للمدير مكتب عندي تم عن نظافة الرياض نظافة عرفات وضع عن البيئة الله قداك يمشي معنا فيه مصلحة العامة خلاصنا في الحملة الماضية على أن دور الشيعود دايم نايف الله ما اشتغلت معهم في الأساس الفضل اشتغلت معهم الأساس رد الجميل الصبح يجي الواحد يقول لي برامه هم في نادي ثقافي في بيكة يحتاج أنك تحضر معه ولا يحتاج أنك تعدل معه مسألة فلانية ولا تتعاونهم مسألة فلانية بعد لما كان يقول نشر صوتي من حيث شوي لأنه ما اعتبرني رجع أنا اعتبرني لك طابلة والله بوق من الواقع الحملة الوقت اللي بعد الحملة كفط من المتر خالي حملة زينة سيري أحد وحدين حد فهم لعبتها يدخل معاهم حتى نعت موسيقتي أولا بروبسيون لكن تم تريرهم عود زين خشبة كبيرة جمهور خارج نعت حد راسه قال ما يعدل راسه بتنعات يعود نقص منه والله يعود يبيع شرف وش ذاك دين لكن ولا دفع عندهم الحملات. أقول لي دائما يخلقوا شي من الكونسيرات شي من الحفلات يغنوا عندهم رابرات يغلبي عاد قام اعتبرين رابرات لاسم جينكات والواحدين في الاخر وش بيه الناس اللي تجي الكونسيرات تضايق فيهم علاش انتوما نتودوا معادرين كونسيرات وانه يشوف فيهم الناس يضايقوا فيهم وانتوما ما تقدموا اغاني تود خاصه بيكم علاش ما تقدروش من اغاني تود خاصه تنصحوا بهم مو شايفينكم انتوما هما جايين فيهم قاطعين بيات وانترهات ولا يفر كامل لا لسبتكم انتوما هما نفس الوقت واحد من يجي خاش فيهم تلاقي داقة في الحفل انتم من روسكم عدنا ليش انتم ما تقدروا اغنيه للمؤشر تقول اني خلاني الواحد فيه وياسر مشي يا اقرب فيه متقدم يا اخي الناس ما تتشوهكم انتم وتقول اني اللي واحد فيه انتم عن لا جينكو واخرج بالولاد ودائما يموتوا فهم يدقوا فهم يعدل ياسر مشي والله سؤال مهم وارد نحن دائما نتكلم عن القضيه مشكلتها في الرجال وكل شيء ورا الجيل يعود عقليته مع عقليته ثاني ولكن الجيل التالي جيل متكركر شوي لو حتى سماع تتعي تعدل كونسير مقاطعة فكرتية تفيد الناس معدينها محترمين انت محترم جينك صحابك محترمين وعندك مدة قد تدعمك والله قد جي مسؤول فلان جيت قاعد معاك عندك بعد الحفلة بعد الحفلة دقائق شوي ورهدني واحد مخض صاوي تريدك بفلان وواحد مضايقين على المايش مضايقين على الكلمة لا
معنا أن تأمين مو خالق ما خمتم أن يتأدروا كونسير ما تقبروا بوليس ولا تقبروا روايات الأمنة نعرف كونسيرات كبارة وحتى تجمع جرب الكاس وفيها بوليس وفيها سكريتو وسسيف حتى كونسيرات سسيفية تخلق بيهم يقار ما هم ما يقبضوا منهم وسم سلاح الأبيض اللي عندهم يلا فيهم اللي يخفيه فيهم اللي ترى جاي بيهدف وقام الحبلة مع الدراج جاي هيك تفد مشكلة قاعد الفيش وإذا كامل مع التغيير لقلت نحن كيما قد تذكر أبيرات من بعد الأولى قلت دعاية قاني والله مقاطع فيديو نتكلموا فيها لنا الصورة تقبل عن الناس صورة تقبل عن المجتمع لنا شم رصوص لنا دينكيات عن حد جاء حبلتنا عن المهدد بالقتل وكذا نقيروها نحن نقيروها نعودوا نقدوا عدلوا مصر صالحة ما فيها ديقة ما فيها دبلوماس ما فيها تهديد ما فيش وإذا كان مع الزمن عاد خارج التغيير نحن كنا ما الناس ما كانت تسمع رب نرى بير عود منبول عود اللي واحد فيها إيجابي ما فيش مدى الحمد لله عندنا قبول المجتمع عندنا نكون ملاشين عاد تكلمت تسمع عاد حفلات مش به مكانه عاد قبول النشو عاد واحد جاي يحرر عنه جاي الحفلة اللي قاعد فيها يرقص ويضحك يبدل الجو يسمع كلمة والله كنا فتنين استفاد منه مع الزمن شنو من هو من هو الرابير اللي انت متاثر به انت وتبقى انت من راسك وتكيفته خارج والله بالداخل يسوى قافي منين المهم الرابير عاجبك انت وتبقى وتكيفته متاثرت منه انا اصلا مركز على الرابيرات المغرب العربي كي الجزائر تونس ليبيا المغرب وموريتان بالطبيعه اني اتاثر ب اسحاق محمد فرانك مجموعه من رابيراتهم حساني ومحدين تان في المجال والله بالتي لص في دور كانوا مسلم المغرب مجموعة عمر فرات كلها لقوا ما عنده يقار قول لي أنا أنت متأثر منه وخطر لي واحد منه أنت متأثرت منه وتبقى أنت من نفسك وتكيفته هو طبيعي إسحاق إسحاق ولاد البلاد قول لي من اللي هتعطي قمة القمة رابرات موريتان كاملة راب موريتان أعطي أنت القمة هنا تيات من هو القمة عندي بالشغلة قد عود مودانا والله أولاد الوطن والله رابيرات تعود وعطينا الله موهبة عندنا مستوانا كبير ونعرف راب وخبارين وشقالة غير ما طالما لنا الطريق الطبيعية ظرفنا الوقت الحالي بدون حياز بدون عنصرية بدون عمل ذو قوة واضح ومولاه بروفسلل باللي ربي موريتان أحسن رابير عندي أنا برك موريتان بالرقام بالرقام وبالعمل وبحركيته أدفايز أدفايز تقتل ماي واحدة بس يقتل ماي واحدة خير الوقت الحالي في موريتان اللي شغلته حقيقية ويتحاكم على رابيرات الخارج وكليبات وزينين ويتكايس هو من نفسه وعنده برنامج عمل ماشي عليه أدفايز راجل إن شاء الله عن الطريقة اللي اشتغل هو بيها بغض النظر عن الناس اللي تعاونوا بغض النظر عن الناس اللي معاه بغض النظر عن البرنامج اللي معدل له عن فرمسيون المعدل له عن استفادوا منها رابيرات أخرين كاملين من جميع شرائح المجتمع استفادوا منه حولهم اللي جاروا حاولوا يمشوا ذاك النش الوقت الحالي هو شبه رابير اوكي بركه انا اختيارك بركه تعدلنا اكابيلا توت ود صون تعرف انه انت صون يوكا زين عندك انت يقارن لي الصون هات مولي ود قديم اللي عندك شوي تعدلنا اكابيلا والله الله يسلمك سلمك خلاص لك هو شوي على حياه السان كان طفل صغير في حضن ام الدافي يتمولك معافي قلبه صافي صبع فمه يناقي سعيد ما هو شمخمه مرفوض عنه همه رفرف كالعلم مرفوع عنه القلم صادقة فيه المقولة براءة الطفولة دليت فيها مجهولة تبدس الأيام شهر العوام يتغير عن اللي كان عاد شاب كبير حتى ذراع متين وثقف مقني على حكام الدين هذه كلمات شوي عن قضية عندي في فيديو صارت يعود فيلم وثائقي عن حياة الإنسان النهار اللي خرب النهار اللي كبر تغيرت حياته وعاد يشتغل يعني رد حمومات وعاد ولاد سبت الإنسان كامل حق بعض واحدة ثانية شوي قلت لي علاش وباش تتكبر على الناس تتفخر الناس ظلمت الأكبر دود لك متحضر سؤال الملكان ما منه مفر بشر دم على قنوط فهي المصدر أقوى منك البعوض والخشاش تبات تتحاكي طير منك النعاس قدرة الرب اللي خلاك نعم وترعاك فضلك علاك العقل أعطاك اخترت من بعض الكلمات شوي نجي من جانب التوجيه جيم رسالة شوي توجيه واحدة عن التكبر واحدة نتكلم فيها شوي عن حياة الإنسان أنا قاعد ترى نصد ربي كامل على ترى تسرب لعل قلني لواحد ربك ولا ترى لذلك إن شاء الله تعالى نقولك معني قريب إن شاء الله خير قاسم من الأعمال زينة في رب
قريبا خرقاس في نعمل الفنية لهذا في الرب نرد إن شاء الله نحاول نقدم بها رب سنة كبيرة يجبر مكانته اللي تليق به إن شاء الله وتعالى. أقول لي ني تجيك فرصات أو شهور الخارج أي هدف تخترت تعدل شنو أول هدف عندك في الخارج ني توقع من هاتي أمرتان قياس الخارج وركتها هدفك أنت شو الخارج ني تشو تشغلها عن طريق الرب أي شيء اللي تعدله شنو الأول شيء هدفك شنو لا أخوات أمرتان شركة الإنتاج هذا شركة الإنتاج تورك فترة على شركة الإنتاج ما المعقول عن الاسم السار اللي خذنا لي من التعب من المشاكل من الضيقات من قلت مادة اللي عد عدل بها مشروع شو واحد منه شو واحد من الدول اللي تقدر المجال الواحد اللي نحبيه واللي تدعم عليه يجيب الفضل ودو عد واقف شو يرجع عود نفسي بلوني بديتك عن دارة حد يعني نمشي ونرجع أول شيء بكرة عندي شركة الإنتاج شركة الإنتاج تعود أي حد عنده والبوم مرفيه ما عنده إمكانيات ولا عنده سنجل ولا عنده شيء من القاني الهادف ما عنده باش حد نقبضه أنا كعمل أنا شركة الإنتاج اللي قبضك تنعدل من لك نجم كبير غير عندك ألبومك عندي فيه نسبة ما هي كذا وكذا الشركة عندها نسبة حفلاتك تابعين نحن حفلاتك تابعين نحن كليباتك تابعين تسويقك رحلاتك لباسك الكامل تابع ان احنا تعليق مش اللي ندخل احنا النكته عند الشركه فيها نصيب نكته فيها نصيب ما يموت العجل لا تبي تستدي الودن السباد الكامل باذن الله هذه نيتي انا الموسيقى نيتي من الرب عندي اللي تعدل الناس اللي سبقت لهم المشهد اللي كبر من اللي شاعب اللي كانوا الفضل الحقيقي اللي استفادوا من الرب قدوا يعدلوا بروجيهات كامل كما عدل المونزا المونزا عدلوا شريحه معينه شايف المونزا انا عدل مثل شريحة معينة ركز لي شريحة معينة دارها في إطار أرتعود ما أنا أقلي تقول عن القطاع ولا ما أدري فهم عن شريحة معينة أنا عنصري هي بمجال من عنصري شوي أرتعود ذا كامل عام حد اللي عادة في الاستفادة خلاص فيه الناس العامة لقاتك الوطنية فر تعود حاضرة قوة حاضرة بالعدالة حاضرة أي حد شفته هو عنده موهبة والله عنده مستوى يجي يشارك يجي العدس اللي عنده ما نعود قابل مدة معينة أنا أختين عدل شي عود بولارية ولوفية سلوكية حسانية في طار واحد ما فيهم حد خير من الثاني بشيء الأول نستفادوا نشر طلي كرابير يعدل ألبوم وطني موريتاني يعود ندخل معه لغات وطنية عندنا قنية في الحسين قنية معك واحد من بولار قنية معك واحد من بولف توطي الوحدة الوطنية يعود ألبومك المعدل نعت موريتاني موريتاني من الحسيني واحد يسوى كثير حسيني يقل لغات وطنية بولار وولف سونيكي يعودوا كلهم يشوف الثاني في خوه أنا يعدل لك كونسير شيء واحد يشوف يعدل الحسيني يفقع ليشنو من عند الكونسير في لا بولار ينفق كما هو لا بولار نحاول حد عنه شي اللي يعدلوه موريتان يعدلوا الناس ككل رابيرات ككاملين خوت هم خوت كاملين بولارية استفادوا حد يعود يتكلم عنه والله استفادوا حد يعود يتكلم عنه حسانية كذلك نعودوا فكردنا موريتاني نعودوا قدمنا موريتان نعودوا عاوننا موريتاني يمشي وعندك ورك تيا فيديو آخر فيديو عندك ورك حوار الوطني حق بعد فيديو حوار الوطني أنا ما شفته لليوتيوب لا شفته في أبسيا ما نشروا يا قنا فهمت يا قار ان شاء الله الفيديو ان شاء الله دور خلوه ان شاء الله يتود نهايه البرنامج اللي نطرصوا عنه فيديو فيه ان شاء الله ان شاء الله الحوار الوطني كرت وانا عندي دم رمى تحاني نحس بيه بمستوى سلطات يعني خارج عمل فطرنا احنا فيها رابيرات وهادف ولا عدلوه قام ولا عدلوه الفنان اللي كلهم صب عليه لمية من فضله بمناسبه وجهه لنا حمار عدلنا احنا موسيقى هادفة لأن ندور القوة السياسية موريتانية تتوحد عن المصلحة العامة بوقع كل اعتبار ندعو السياسيين اللي مسكرين عنهم نراعوا فيهم وهم السياسيين حتى عندنا ما نعطيهم اعتبار باعتبار انهم فيه قال عندنا عنهم هم كسياسيين الحاكم يتوحدوا من أجل يانا من أجل أكتر من أجل المصلحة العامة بوقع كل اعتبار وتواصلت معك قلت لي انك تنشر انك تلقى انك أمر عن ذاك الفيديو كليب تطرحون تم على اليوتيوب تشروا بيعطاكم الله جانب في السوشيال ميديا التكنولوجيا الحديثة خبرتهم مننا احنا فيها انا عارف بدنا نعدل الموسيقى في استديو ناخذوا استديو نوفا محمد تو ذلك ان شاء الله دور انتشر عندكم انتم دور وصل المكان اللي يليق بها بدون بي اف سي وبدون الشركات الاخرى ان شاء الله تعالى واركتي علي نختار تقول واركتي كلام تالي للمشاهدين اللي خرصوا واركتيها وناصحهم باش وبالمؤجبين أنت ناصحهم بيه شنهو والشعب الموريتاني المخرصين رب عن طريقة سيئة ما تابرينه عن
الناس اللي فيه، لا الناس منضيات وياسر مشي وجينكات وياسر مشي. شنو الرسالة اللي توجه لهم تالي؟ الرسالة التالية بالأخير عني شاكركم انتم، حتى شكر كبير كبير وقال فيه حتى المجهود اللي تتعدلوا مسافر تقطعوا ما تريركم اللي رافدين الوقت اللي ساكنين من أجل عن جورا بير معين في كل مقاطعته رابيرات متفارقين فيها، اللي في دار النعيم، فيها اللي في عرفات، فيها اللي في بيكي، فيها اللي في سيزين، كل مقاطعة تجوها تبروا فيها رابير ياك تسنتولو ياك تفتحوا معاه موضوع عن موسيقى مع اللي حس هو بيه عن ظروفه شنو اجتماعي هو مين واحد باش هذا قار داعي رابيرات عنهم ليس تسلموا كنا ولا تلينا هي حرب مسار طويل وراب يغير الشعوب ويهدمهم اللي نفس الوقت يعني حاول واحد منهم يعود هو من نفسه ثقة ثقة عنده راسه يمثل راسه في منزله ولا ساكن فيه في كرتية اللي هو فيها مبين خوته يعود راجل محترم نزيه مع راسه ما يعدل النواقص ما يكرد سارق ما يكرد مديق مع واحد داقه والله مكرود عنده شمل كمية والله مكرود مختص الفتاة راب ماذا نبيته ضرت أنا نعود قدوة نعود موجه مجتمع نعود أنا نفسي صالح للتوجيه تعرف يا الناس اللي صالح نعود نزيه نعود محترم ياك تحترم الناس كذلك من يعودوا جانب الوحدة الوطنية عندنا مهم لأن ما هو حد خير من حد ما هو حد بيض خير من حدك حد ما هو حدك حد خير من حد بيض ما هو كوري ما هو حرطاني ما هو سبه هو أولاد موريتاني بطيافهم وشكالهم ألوانهم يجتمعوا كاملين للمصلحة العامة وقع كل اعتبار بالطريقة عندهم نتقدموا إن شاء الله راجل معني نعدل لهم ياسم نقاني الهادف اللي تعاملهم على إن شاء الله عندهم نعدل لهم شيء جديد شيء عكس الناس اللي سبقتنا غرب شيء يعود يجمعهم كاملين في طار واحد ويدور إن شاء الله تعالى يقول نكد لهم كلامي على الواقع إن شاء الله في المستقبل القريب وشكرا. شكرا موحى صوت الشعب على قبول الاستضافة والله وركت يا نحن تمر كنت تخرصوا موحى رأي موحى صوت الشعب اللي كنت قابلكم في لقبة وكنت تختاروا تعرفوا نحن من لين قبضوا كنا قابلين لكم محمد موحى صوت الشعب رأي شرح لكم معنا موحى شنو ونحن ملي رأينا عرفنا معنا موحى شنو قال أنه قابلها من شور محمد درك رأينا في البرنامج وراب وراب بدنا قلنا لكم قبيلة أنه إيش راب معناكم تخرصوا هاي القناة اللي تحلي ترأوا فيها قناة تلم بدا جيروا الجيم التاح ولايكوا فيما تلي القناة وأبو النمو للقناة ما تفهمين مشاركة في القناة رأينا لا ولندوروا ما تفهم إن شاء الله عدنا هاي المقابلة قدام في مبجي ياخنوا ناتوا الناس أن نحن راب ما نم درقين بيش وعن يرواية حق حق عندنا وشادة لنا واركا خلونا مع فيديو كليب الأخير عند موحى حوار الوطني خلونا مع الفيديو نشوفه يدا في يد لبناء موريتانيا القد موحى صوت الشعب الحوار الوطني خيار أمة حوار ملها السامي ضروري والزامي حوار ملها السامي يوحد البلدان ضروري والزامي صفوا القلوب خدموا الأوطان شنطيط تحتاج السلام حوار هو الشورى وشاورهم في الأمر مبدأ طرح الرسول يعني همك هو همي يدعو للتسامح ونسيان الماضي نبذ العنف تحسين الآسي حوار شامل جدي حتى إيجابي يوحد الأيادي قدم أفكار حلول هامة للبلاد